جلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على محمد وصحبه وآله. من حي مرحب بكافة المشاهدين الكرام في اليوم. إن شاء الله هنكون في بداية سلسلة من المحاضرات بعنوان مادة Research Methodology، أساليب ومناهج البحث العلمي. هنكون إن شاء الله خلال هذه السلسلة معك وأنا الدكتور جواد سليم الأغا، أستاذ مساعد بقسم العلوم الهندسية والفنون التطبيقية بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. خلال هذا المساق إن شاء الله حنستعرض مجموعة من الأمور. من أهداف هذا المساق أنه نعرض مقدمة حول البحث العلمي وآلياته وأهدافه وأهميته وأنواعه. بعد ذلك سنتطرق إلى جوهر هذه المادة، وهو عبارة عن الحديث عن عناصر البحث العلمي من خلال دورة كاملة. سنتحدث عن البروبلم ستيتمنت، مشكلة البحث، كيف اختيارها، كيف آليات صياغتها بطريقة يمكن بعد هيك الوصول إلى نتائج وحلول لهذه المشكلة. سنتطرق إلى الليتريتشر ريفيو وكيف نرتب موضوع الدراسات السابقة. حنحكي عن كيفية تصميم خارطة الطريق للبحث ريسيرش ديزاين. سنتحدث عن الداتا كوليكشن، كيف نجمع البيانات اللازمة إلنا عشان نصل لأهداف هذا البحث، ثم كيف نحلل هذه البيانات للوصول إلى معلومات وحقائق ونتائج. ثم سنتحدث عن طريقة عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها. سنتحدث أيضا خلال هذا الكورس عن ونقدم عدد من المهارات اللازمة لأي باحث، مثل مهارة الكتابة العلمية، كتابة الأطروحة، كتابة مشروع التخرج، كتابة الورقة العلمية. وكذلك سنتحدث عن المهارات اللازمة والضرورية لعمل عروض تقديمية بيعرض الباحث من خلالها نتائج بحثه. قبل البدء بتفاصيل المادة العلمية، في مجموعة من النقاط المهمة اللي حابب انه نتحدث فيها بحيث الامور تكون واضحة. النقطة الاولى انه مادة اساليب البحث العلمي، مناهج البحث العلمي، هي مادة مهمة جدا جدا لكافة طلاب المرحلة الجامعية الاولى على اختلاف تخصصاتهم. لماذا؟ لانه الباحث او الطالب خلال حياته الجامعية بيكون مطلوب منه يشتغل على بحث تخرج او مشروع تخرج بده يطبق فيه المنهجية العلمية للوصول الى اهداف هذا البحث. اذا ربنا اكرم الطالب وكمل بعد هيك دراسات عليا، ماجستير او دكتوراه، بيكون ايضا مطلوب منه يعد اطروحة بحث وينشر ابحاث علمية في مجلات او في مؤتمرات. حتى في الحياة العملية بيكون في كثير من الاوقات مطلوب من الشخص الموظف اللي بيشتغل في اي مكان انه يحل مشكلة معينة، مشكلة في الواقع، باستخدام مناهج واساليب البحث العلمي. هذا الكورس ان شاء الله حيكون كورس مبدئي، سنتحدث فيه عن اساسيات البحث العلمي. في مادة البحث العلمي كثير من المواضيع المتقدمة والجوانب التفصيلية التخصصية لن نتطرق إلها، لانه هذا المساق هو مساق يتحدث فيه اساسيات البحث العلمي وبينفع لكل التخصصات، مع انه كل تخصص له آليات معينة وتقنيات معينة وطرق معينة في البحث، وبركز على جوانب معينة حسب طبيعة التخصص. فالتخصصات الأدبية بتفرق عن التخصصات العلمية، التخصصات اللي فيها شغل مختبرات وشغل بيفرق عن اللي فيها شغل ميداني وعمل استطلاعات واستبانات وما إلى ذلك. لكن من خلال هذا المساق سنحرص قدر الإمكان أن نتحدث في الأمور المشتركة والأمور العامة التي تفيد الباحثين في كل التخصصات، مع التركيز على الأمثلة في أغلب الأحيان على المواضيع الهندسية. وكذلك سنتطرق إلى أمثلة أخرى عامة بحيث تكون الفكرة واضحة ومفهومة للجميع. هذا المساق بإذن الله، لأن الأمثلة حتكون أمثلة عامة ومفهومة، سيكون بإذن الله مساق مفيد لكافة الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية الأولى على اختلاف تخصصاتهم، لأنه سيتحدث في الأمور الأساسية اللازمة لأي باحث تضعه على بداية الطريق في رحلته باتجاه البحث العلمي. البحث العلمي بالنهاية هو عبارة عن مهارة تكتسب وتتطور بالممارسة وبالتدريب وبالتكرار وبالخبرة، ولا يوجد باحث حتى من الباحثين الكبار وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة فيما يتعلق بالإمكانيات البحثية إلا بعد ما خاض غمار مرحلة طويلة من البحث والتجربة والخطأ والتعديل والتصحيح حتى وصل إلى ما وصل إليه. هذا الكورس حيكون فيه مجموعة من العناوين ومجموعة من الفصول. سنبدأ بالفصل الأول اللي بنتحدث فيه عن مقدمة عامة حول البحث العلمي وأهدافه ومنهجيته. بعد ذلك سنتحدث بالتفصيل عن مشكلة البحث وكيفية اختيارها وكيفية صياغتها.
ثم سنكمل السلسلة باتجاه كيفية مراجعة الأدبيات السابقة، لأنه أي موضوع نفكر فيه إلا ما يكون فيه آخرين فكروا فيه واشتغلوا عليه ووصلوا إلى نتائج فيه، فيجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. إيش اشتغلوا؟ إيش الأساليب اللي طبقوها ممكن نستفيد منها؟ وإيش النقاط اللي ما اشتغلوا عليها ممكن نكمل هذا الشغل؟ بعد ذلك سنتحدث عن تصميم البحث العلمي، تصميم خارطة الطريق لهذا البحث، كيف حنشتغل، سنضع هيكلية لدراستنا، كيف بدنا نمشي ونتحرك من خطوة إلى خطوة كي نصل إلى نتائج البحث. أيضا سنتطرق إلى موضوع كتير مهم ومطلوب من كل الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى، وهو كيفية إعداد مقترح البحثي، مقترح مشروع التخرج الذي يقدم للجامعة للموافقة عليه، وهذا يناسب أيضا طلاب الدراسات العليا بمراحلها المختلفة. بعد ذلك سنكمل سلسلة البحث العلمي باتجاه الحديث عن كيف نجمع البيانات وكيف نحصل على هذه البيانات من مصادرها، وما هي التقنيات اللازمة للحصول على هذه البيانات، وكيف نعمل عملية سامبلينج واختيار العينات وما إلى ذلك. بعد ذلك سنتحدث عن البيانات اللي تم تجميعها، كيف بنعملها تحليل بما يتوافق مع أهداف البحث للخروج بالنهاية بنتائج تحقق الهدف اللي بدأ البحث من أجل الوصول إلى هذه النتائج، ما هي التقنيات اللازمة والمطلوبة لعمل تحليل لهذه البيانات. سنتحدث أيضا عن كيف نعرض النتائج اللي حصلنا عليها وكيف نقدمها بطريقة يسهل فهمها ويسهل التعاطي معها، وكيف نفسر هذه النتائج ونطلع منها استخلاصات ونقارن بينها وبين نتائج الآخرين. بعد هيك حنكمل السلسلة باتجاه الحديث عن موضوع كتير مهم، اللي هو موضوع كيفية الاقتباس من الدراسات السابقة وكيفية كتابة المراجع، وإيش هي الطرق الدارجة لكتابة المراجع والاقتباس من الدراسات السابقة. سنتحدث أيضا بموضوع من ملحقات الحديث عن البحث العلمي، فلا يمكن الحديث عن البحث العلمي إلا بالحديث عن أدبيات وأخلاقيات البحث العلمي، وموضوع السرقات العلمية وكيفية أنه نكون منتبهين لتجنب هذا الموضوع. سنتحدث أيضا حول عدد من المهارات اللازمة للباحث، منها مهارة كتابة أطروحة الماجستير أو بحث التخرج، إيش هي العناصر الأساسية للثيسس أو الديزرتيشن المطلوبة من الباحث، ثم نتحدث عن كيفية إعداد الورقة العلمية التي تقدم إلى مجلات علمية أو تقدم إلى مؤتمرات. سنتحدث أيضا عن موضوع النشر، كيف ممكن تنشر الأبحاث وإيش آلية النشر والمراجعة ومراسلة المجلات والتعديلات وما إلى ذلك، وننهي بإذن الله عز وجل بموضوع غاية في الأهمية لازم لكل طالب، وهو تطوير مهارات العرض والتقديم عند الطالب بحيث يكون قادر على إيصال فكرته وعرض نتائج بحثه بطريقة يسهل فهمها ويسهل التعاطي معها. البحث العلمي كما ذكرنا هو عبارة عن سايكل. ليش سايكل؟ لأنها بتبدأ بمشكلة معينة يستشعرها الباحث أو يستشعرها المجتمع، وبعد ذلك هذه المشكلة بكون هدف البحث هو إيجاد حل لهذه المشكلة، التغلب على هذه المشكلة، سد الفجوة العلمية في موضوع ما حد درسه قبل هيك بنحاول ندرسه كي يمكن الاستفادة منه. بعد تحديد هدف البحث أو أهداف البحث بنخش في موضوع كيفية صياغة خارطة الطريق لهذا البحث، الخطوات اللازمة، الميثودولوجي اللي بنشتغل عليها للوصول إلى نتائج البحث، بنحدد إيش نوع البحث اللي بنشتغل عليه ونعمل الاستراتيجية اللي بنشتغل عليها، نصمم الميثودولوجي تبعتنا بما يتوافق مع أهداف البحث والنتائج المطلوبة للتغلب على مشكلة البحث. بعد ذلك نبدأ بعمل مراجعة للأدبيات السابقة وما كتب في هذا الموضوع كي نتعرف على أين وصل العلم وأين وصلت المعرفة في الموضوع اللي احنا نشتغل عليه. هذا الموضوع مهم لأنه نعرف الناس وين وصلت، إيش اشتغلوا، ممكن تطبيق بعض التقنيات والأساليب اللي اشتغلوها والاستفادة من نتائجهم. كذلك موضوع مراجعة الأدبيات السابقة مهم عند إعداد نتائج البحث وعرض النتائج وتفسيرها، لأنه نصير نقارن شغلنا بشغل الآخرين. بعد ما نخلص الدراسات السابقة بنبدأ بجمع البيانات اللازمة لبحثنا، بغض النظر عن هذه البيانات سواء كانت تجربة علمية في مختبر، استطلاع رأي، بحث ميداني، بحث، بغض النظر عن طبيعة البحث بنجمع البيانات اللازمة والمطلوبة لتحقيق هدف البحث. بعد ذلك بنحلل هذه البيانات وفقا للأسلوب الملائم لكل نوع من أنواع البيانات، بنفسر هذه البيانات وبنبدأ نعلق عليها بحيث أنه نخرج من هذه البيانات بمخرجات ونتائج مفيدة
وتبدأ بعد ذلك سلسلة ثانية من سلسلة البحث العلمي من حيث انتهينا، يبدأ باحثون آخرون أو نبدأ نحن باستكمال وتطوير ما وصلنا إليه، لأن المعرفة معرفة تراكمية. نأمل من الله عز وجل أنه هذا البحث يكون بحث مفيد، أو هذا المبحث يكون مبحث مفيد، هذا المساق يكون مساق ممتع ومفيد يستفيد منه كل الطلاب والطالبات على اختلاف تخصصاتهم. المادة العلمية في هذا المساق أو هذه المادة متوفرة في الصفحة الإلكترونية للكلية وفي موقع التعليم الإلكتروني للكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا على اليوتيوب. شكرا جزيلا لكم.